مرحبا بكم أصدقائي مع تحليل أحداث مسلسل تل أرياح وقبل أن أبدأ الفيديو فضلا منكم لا تنسوا تشجيع بلايك والإشتراك بالقناة لكي يصلكم كل جديد، شاهدنا كيف خليل أنقذ زينب وألبر بدوره أنقذ خليل، سنرى قلق وخوف على بعضهم البعض وظهور مشاعرهم لبعض وهذا ما سيلاحظه ألبر سيكشف ألبر على أن خليل يحب زينب بصمت ولكنه يعاملها بقسوة ألبر هذا اتضح أنه رجل شرير ولا يحب خليل سيبدأ يتقرب من زينب قلت لكم من قبل بالتحليل أنه قد يكون مريض نفسي وتصرفات ألبر بحلقة اليوم كانت أوفر مع الجميع زينب لم تحب البر من النظرة الاولى ولم ترتاح له وبما ان البر انقذ خليل سيصبح الان قريب من خليل، الان الخطوة الاولى من الكاتبة بوجود البر وهي اثارة غيرة خليل ومحاولته التقرب من زينب والكتاب الذي رمى خليل سوف تعطيه له السوء وعندما يجد خليل عند ألبر سوف يعتقد بأن زينب هي من أعطته له وهنا ستبدأ الغيرة تدخل إلى قلب خليل شيئا فشيئا وخوفه من أن تتركه زينب وستبدأ صراعات خليل الداخلية بين عقله وقلبه وغيرته وخوفه من أن تتركه وتحب شخص آخر ولا ننسى كذلك الشريرة سونغول لن تستسلم ستحاول التخلص من زينب وهذه المرة قد تحاول تنفيذ كل شيء بسرعة وبنفسها ولكن ربما تحاول استغلال وجود ألبر وتتعاون معه لاحقا لكن لا ننسى على أن خليل كذلك سوف يبدأ يشك عندما يتحدث مع زينب عن حريق الكوخ بآخر الإعلان شاهدنا على أن خليل لم يرد أن تساعد زينب ولكن بعدها سوف يستسلم لها وسيتركها تضمد له الجرح، سيشعر خليل بالإثارة وبعدها سيقول لها لا أريد مساعدتك، فخليل يتأثر كثيرا بزينب وقربها منه لهذا يريدها أن تبتعد عنه دائما، كان هذا هو الفيديو أنتظر تعليقاتكم وتوقعاتكم بخصوص التحليل ولا تنسوا تشجيع بلايك وشكرا